ان شاء الله مع توفر هذا المزيد، لان علاش حنا علاش اطباء الاسنان اوقفوا على العمل؟ هو ماشي هربوا من المسؤوليه، ولكن حفاظا على الصحه والسلامه العامه وصحه المرضى ديالهم والمرافقين ديالهم وصحه الطبيب والمساعدين ديالهم. لان كنعرفوا بان احنا كنخدموا في واحد المسافه اللي ما كتجاوزش 20 30 سنتيمتر ياك، وكنتعرضوا لا حنا لا المريض نهد العدوى، وخصوصا في الايام الاولى اللي كنشح في المعلومات حول طرق انتقال العدوى وشو سميته وعدم وجود في السوق المواد الضروريه للوقايه من هذا الفيروس. تمام، لأنه حتى على المستوى العالمي وفي تقرير صادر في صحيفة The Independent البريطانية قال بأنه في مجموع فيروس كورونا قد يهدد الأشخاص العائدين إلى وظائفهم، يعني مع حديث الدول وبدء العديد من الدول الحظر أو رفع الحجر الصحي تدريجيا، ظهرت هذه التقارير التي تقول بأنه هناك وظائف تهدد أشخاص العاملين بها وأيضا الناس الذين سيذهبون لتلقي خدمة في هذه الوظائف يهددهم فيروس كورونا وفقا لنوع مهنتهم. وهذا التقرير أشار إلى مهنة طبيب الأسنان لأنها من أكثر المهن تعرضا لخطر فيروس كوفيد 19. تماما، أنا متفق معك طولا وعرضا، لأن نوعية الخدمة ديالنا لنوعية العمل فيها قلت لك ما كتجاوز المسافة اللي كنخدموا ما بيننا وبين فم المريض 20 30 سنتيمتر. إذا طيب، احنا أكثر الناس عرضة من هذا الشيء، وبالتالي باش 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 دابا باش نبداو نخدموا نخدموا المرضى، أولا كيبدا داك الشيء تدريجيا، يعني لغير الحالة الضرورية، هذا أولا. ثاني حاجة، والحمد لله حاليا دابا المغرب تنقل من مرحلة اللي كان غياب أدوات مواد الوقاية، وللحمد لله المغرب دار واحد الخطوات كبيرة وجبارة، ولا أنه كيصنع من السوق الداخلي وعنده نيت حتى واحد الفائض بعض الأنواع اللي كيصدرهم. دونك دابا الحمد لله احنا في الطريق الصحيح. ممتاز. اذا حاليا دابا احنا العيادات ديالنا دابا كيتهيئوا للعمل مستقبلا ان شاء الله. اذا عندكم كل وسائل الوقايه حاليا دابا الحمد لله داك المونك داك الخصص اللي كان ولا الغياب التام داك اللي ماسك اللي كانوا كيتسموا الاف اف بي 2 الوقيه الزجاجيه اللي كتكون على الوجه، داك الوقيه اللي تكون فوق اللباس الطبيب، المحاليل المنظفه وما الى ذلك، التطهير. دابا حاليا كاين حتى الحمد لله حتى الطرق من غير دابا الادوات، يعني الامكانيات الماديه حتى الطرق والبروسيدور باش انك تحمي المريض وتحمي نفسك وتحمي المجال ديالك. الحمد لله ولينا كنستوعبوها، ولينا حاليا دابا كاين دراسات اللي كد شو سميتو اللي كتبت هادشي. دابا مثلا حنا المتعارف عليه دابا حنا هو ان التباعد الاجتماعي، ولكن حنا عندنا في طب الاسنان ولينا عندنا التباعد الاجتماعي في المكان والزمن. بمعنى دابا دكتور يعني واش كتحضروا للمرحله اللاحقه، غير باش يفهموا الساده المستمعين معك بكل تفصيل المرحله القادمه؟ دابا حاليا كنحضروا المرحله القادمه، لان ما يمكنش يبقى الى ما نهايه له الاطباء الاسنان شادين والمرضى كيسوفغيو. يمكن في واحد الوقيته هذا الحظر الصحي واللي ما كناش عارفين بان فين مشى البلاد، واش الله يحفظ غنلتحقوا دول الشمال المتوسط اللي وقعت فيها داكشي وداكشي كان كبير، ولا غادي تميتيزاو الحمد لله بحال بعض الدول الاسيويه. حنا الحمد لله دابا على الطريق الصحيح ياك، ولكن هاد الامطار الاخرانيه خصنا كنا نتجندوا باش نتنجحوا في هاد الامطار الاخرانيه. ممتاز، وحتى تشبيهك لها فعلا كأننا في عدو ريفي للأمطار الأخيرة، وهذا كله وفق على السادة المستمعين اللي شاكرتهم دائما على حرصهم على سلامة بعضهم وعلى احترامهم الكامل لهذا الحجر الصحي.